والفقهاء وعلماء الأصول يقسمون القواعد إلى قسمين: قواعد كلية وقواعد عامة وقواعد جزئية، ويسمونها الضوابط. فالقواعد في تصنيف أهل العلم ليست على مرتبة واحدة، بل هي على مراتب ودرجات، وهذه المراتب والدرجات ضابطها اتساع القاعدة وكثرة فروعها وكثرة ما يتعلق بها من الأبواب الفقهية. فكلما اتسعت دائرة دخول هذه القاعدة في المسائل الفقهية والأبواب الفقهية كانت أعلى مرتبة، وهو ما يصنفه الفقهاء بالقواعد الكلية الكبرى. القواعد الكلية الكبرى، وما دون الكبرى قواعد عامة، وما دون العامة قواعد خاصة ببعض الأبواب يسميها الفقهاء الضوابط. فالضوابط هي قضايا كلية لكنها تختص بابا واحدا، كقواعد مثلا في الطهارة تتعلق في نواقض الوضوء، تتعلق مثلا في ما يفسد الصلاة، هذه يسميها الفقهاء ضوابط لأنها لا تتعلق ولا تتصل إلا بجزئية من الفقه. فإذا اتسعت فكانت تشمل جملة من العبادات سميت قاعدة عامة. فإذا كانت واسعة التأثير فتدخل في أبواب العبادات والمعاملات سميت القواعد الكبرى. إذن هذا التصنيف للقواعد على هذا النحو، من حيث اتساع هذه القاعدة وحضورها في أبواب الفقه.